مرحبا بكم في عيشة ريسيبي. اليوم غادي نقدم لكم براونيز. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الشوكولاتة اسود، 250 غرام ديال الزبدة، 300 غرام ديال السكر، 6 ديال البيضات، قبصة ديال الملح. بالنسبة للغاناش غادي نحتاجو 150 غرام ديال لاكريم فريش، و 150 غرام ديال الشوكولاتة الاسود، و 10 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الطحين. اول حاجة غادي نديرو الشوكولاتة يدوب بماري، غادي نديرو الزبده اللي كتكون بحاره ديال المطبخ، والسكر، كنخدموهم بجوج. بسم الله. كنزيدو بيضه وكنخلطو. سالينا البيض، غندير واحد القبصه ديال الملح، وغادي نزيدو الشوكولاط اللي داب، وكنخليوه حتى كيدفى شويه. كنخلطو، ملي كينسجم مزيان غنزيدو دابا الطحين، غادي نكبوه في مول اللي دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين، كندخلو للفران درجه حراره 180 لمده ديال 45 دقيقه. بالنسبه للكلاصاج غادي نديرو 150 غرام ديال الكريم فريش، غنديروها تسخن، مع 10 غرام ديال السكر، ملي كيسخن غنزيدو الشوكولاط، وكنحركو حتى كيدوب. ملي كطيب كنخليوها حتى كتبرد تماما، عاد كنحيدوها من المول، كندير لها هذا الكادر هذا، ولا كنخليوها في المول ديالها، باش ملي كنكبو الكلاصاج ما كيتكبش على الجناب. كما كتشوفوا الكلاصاج تيكون هكا فيه البريون. صافي، ملي كبينا عليها كنحركو بحال هكا شويه باش كيتقاد الوجه ديالها، كندخلو للثلاجه غير بالدلا ماي باش يبرد لينا هاد الكلاصاج، باش تنحس نقيسو لقاوه هجمت عاد باش كنقدوه. وبهكا كتكون الحلقه ديال اليوم سالات، كنتمنى تجربوها وتعجبكم، نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.